من أفضل الأعمال وأجلها عند الله عز وجل زيارة البيت الحرام، إما لعمرة أو حج، فهذه من أفضل الأعمال وأجلها عند الله عز وجل، بل جعلها الله عز وجل ركنا من أركان الإسلام. ولا تكون العمرة ولا يكون الحج إلا لله تعالى. وأتموا الحج والعمرة لله. هذا الأمر شرع من أيام إبراهيم الخليل عليه السلام، لما بنى البيت أذن الله عز وجل له ولابنه إسماعيل أن يطهر البيت ويجهزه لمن؟ للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود، لأنه أول بيت وضع للناس وأشرف بيت وفي خير بقعة على وجه الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. من فضل العمرة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. الله أكبر، من اعتمر هذه السنة ثم اعتمر العام المقبل فإن بين العمرتين يكفرهم الله عز وجل ما لم تؤت الكبائر، كل الذنوب الصغائر تكفرها عمرة لله عز وجل. ما أحلى العمرة وما أجمل العمرة التي جعل الله عز وجل فيها أجرا كثيرا، فيها الطواف. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما وضع من طاف بالبيت ما وضع رجلا ولا رفع أخرى. شوفوا، تخيلوا الطائف حول البيت، كم خطوة يطوفها، كم خطوة يخطوها وهو يطوف بالبيت الحرام. ما وضع رجلا ولا رفعها إلا كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفعه بها درجة. العمرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والمعتمر في الحرم فإنه يصلي صلاة عند الكعبة. أتعرف بكم صلاة؟ كل صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، فلو صلى 10 صلوات ولو صلى 20 صلاة، تخيل كم مليون من الصلوات يحصل عليها بعمرة يعتمرها. المعتمر في وفد الله عز وجل، الحجاج والعمار وفد الله عز وجل. دعاهم فأطاعوه وسألوه فأعطاهم. ألا تحب أن تكون في وفد من وفود الله عز وجل يشدون الرحال إلى البيت الحرام؟ لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع، رأى امرأة من الأنصار يقال لها أم سنان، فسألها النبي: ما منعك أن تحجي معنا؟ الناس كلها حجت، لما لم تحجي معنا؟ قالت: لزوجي ناضحان من الإبل فقط، أخذ أحدهما وترك الآخر نستقي به، يعني ما عندنا شيء أركب عليه أذهب معكم إلى الحج، حج الوداع. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف الآن الحديث، قال: إذا جاء رمضان فاعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. الله أكبر، عمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحج، وما أدراك ما الحج؟ فهو من أفضل وخير وأشرف الأعمال، فيها الصلاة، فيه الصيام لمن عليه كفارة، فيه أنواع الصدقات وأجلها. الحج يشمل أعمال الإسلام كله، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن يبين لنا أجر الحاج، قال: أما خروجك من بيتك، من لم ينوي الحج فلينوي هذا العام، قال: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، أي تريد أن تذهب إلى البيت الحرام، أول ما تخرج من البيت، أول ما تخطو خطواتك، رايح المطار، رايح السيارة، ذاهب
بأي وسيلة من وسائل المواصلات، أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام، فإن لك بكل خطوة تخطوها حسنة وتحط عنك بها خطيئة. يا الله ما أجمل هذا الفضل، الحجاج يلبون أوامر الله عز وجل فيقفون في عرفة. قال: أما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يباهي بهم الملائكة، يباهي بعباده الملائكة، يقول لملائكته: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تبدأ النية من بعد رمضان، شوال، ذو القعدة، أول أيام ذي الحجة، حتى التاسع، فإن التاسع هو عرفة والحج عرفة. ما أجل أن يعقد الإنسان نيته لحج بيت الله الحرام استجابة لنداء إبراهيم الأول لما بنى الكعبة وانتهى من بنائها، ذهب إلى صعيد، قال الله عز وجل له: أذن في الناس بالحج. قال: يا رب من يسمع ندائي؟ من يسمع ندائي؟ قال: يا إبراهيم أذن، فإنما عليك عليك النداء وعلينا البلاغ. فلما أذن إبراهيم: أيها الناس هلموا إلى الحج، فإن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. يقول ابن عباس: أسمع الله كل ما بين السماء والأرض، بل حتى النطفة في أصلاب آبائها وأرحام أمهاتها. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، لكن الحج ليس له جزاء إلا الجنة. والله لو عدد ذنوبك كعدد حبات رمل الأرض أو أمطار السماء لغسلها الله عنك بحجة واحدة تحجها لله. اعقد النية للعمرة واعقد النية للحج وكن من وفد الله عز وجل، يكن لك الأجر العظيم. القلوب.